عليكم ورحمة الله وبركاته. حفيد دراجي يقول: ليس لدي أي مشكلة شخصي مع بالماضي، ويتكلم عن فشله في القيادة المنتخب، ويقول لا يعني أنه هو مدرب فاشل. تم مع بعض نسمع ماذا يقول حفيد دراجي. لا تنسوا أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. كمدرب لمنتخب الجزائري غدوة يكون مدرب نشجعه ونشجع المنتخب الجزائري بنفس القوة وربما أكثر. لكن سئلت هل جمال بالماضي يتحمل مسؤولية الإقصاء؟ قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية. أتحدى من يقول لي بأن جمال بالماضي لا يتحمل جزء من المسؤولية، كما اللاعبين، كما الاتحادية، كما ممكن حتى الإعلام، ممكن حتى احنا تحملوا جزء من المسؤولية على درجات. إذا حبينا نقدس الرئيس أو الوزير أو السفير أو المدرب لهذه الدرجة، فأعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا الأمر كمجتمع إذا حبينا نتطوره. جمال بالماضي مدرب سيء، وعندما نتكلم عن فشله فهذا لا يعني بأنه فاشل. أنا قد أفشل في التعليق على مباراة أو تقديم برنامج، أو أفشل لمدة سنة نكون ضعيف أو تعيس أو لسبب أو لآخر. أنا عمري ما لقيت جمال بالماضي لا يستحق تدريب المنتخب، وبعدين قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية مثل كما كان له الفضل في إنجاز 2019. تذكروا جيدا المنتخب كان مدمر آنذاك.